أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد قرأت في مجلة الدعوة، قرأت فتوى لفضيلتكم مضمونها أن توحيد الدعاء عبر رسائل الجوال بدعة، فهل هذه الفتوى صحيحة؟ نعم، وأنا أقوله الآن، اللي يقول للناس ادعوا جميع في يوم كذا وكذا وفي ساعة كذا وكذا، هذه بدعة، هذه بدعة، ولا حاجة أن يقول في الجوال. الدعاء مأمور به بدون أنك تأمرهم أنت، الله أمرهم بهذا، ولا تحدد لهم وقت ولا تعين لهم نوع من الدعاء، هذه بدعة. نعم.